البنات والدراري، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ما يكونش بخير. اليوم فيديو جديد على قناتي، وكنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله، ورمضان مبارك على الجميع، والله يدخل عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله، والله يبعد علينا هذا الوباء ان شاء الله. ودابا غادي نشارك معكم رغيفه معمرين، وغادي نشارك معكم الحرير الحامضه، وغادي نشارك معكم البتيبيطات معمرين. تبعوا معايا البنات الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه ديال هاد التحضيرات. صافي البنات، في المقادير ديال الرغيفات غادي نحتاجو جوج ديال الزلايف ديال دقيق الفورص، وشويه ديال الفينو، واحد القاوله جوج المعالق، شويه ماشي بزاف. ودابا غادي نضيفو شويه ديال الملحه، الملحه كتجي على حسب الذوق، والماء بارد. صافي دابا غادي نعجن. العجينه البنات ما تكونش مرخوفه، ما تكونش قاصحه. صافي دابا غادي نخلي في الزلافه ترتاح واحد المده ديال نص ساعه كما قلت لكم، ونتلاقاو ان شاء الله. ودابا البنات غادي ندير الحشوه ديال الرغيفات. غادي خديت تما واحد البصله كبيره وشلطتها، وغادي نضيف شويه ديال الزيت العاديه، وغادي ندير شويه ديال الملحه، ندي شويه ديال الكفته، وشويه ديال الفلفله الحمراء، واحد شويه، شويه ديال الربيع، وغادي ندير الشعريه الصينيه. الشعريه الصينيه البنات انا درتها في الماء السخون، دابا خليتها واحد المده ديال 5 دقائق ان شاء الله، وغادي نقطعها في طرونش ديال المقص. خديت هنا شويه ديال المقور، ودابا غادي نزيد شويه ديال الكفته، الكفته ولا الصدر ديال الدجاج ولا الطون، اما خليوها هكا مع الخضره وصافي. دابا غادي نزيد شويه ديال الفلفله الحمراء، وشويه ديال التحميره، وشويه ديال البزار. ودابا غادي نزيد شويه ديال الربيع، وغادي نديرو شويه ديال مورزاريلا اولا الفرماج الاحمر. غادي نخلط واحد المقدار، واحد شويه ما نكثروش منها. دابا البنات غادي نوجدو الحريره، درنا البصله والحمص، حنا البنات كنخليو الحمص يكون صين، وغادي ندير فوق العدس. العدس والحمص راه ديجا مرقدين في الماء، ودابا غادي نديرو مطيشه. راه مطيشه راه درناه في الثلاجه في المجمد، وغادي نديرو شويه ديال مطيشه الحك. هنا البنات غادي نديرو فيها شويه ديال المعدنوس، وشويه ديال الكرافس، وشويه ديال القزبور. راه تبارك الله اي وحده راه كتعرف في الحريره، انا بغيت نبارطاجيها معكم. وغادي نديرو شويه زيت الروميه،
انا بغيت نشارك معكم النهار ديالي في رمضان، وغادي نديرو شويه ديال البزار. وغادي نديرو شويه ديال التحميره، وغادي نديرو شويه ديال السكنجبير، مقدار ديال معلقه صغيره، وغادي نديرو شويه ديال القرفه. وضروري من القرفه، كتجي ديك النسمه ديال الحريره كتجي زوينه في الحريره، والقرفه كتجي رائعه. وجربوها البنات. صافي دابا البنات غادي نشحروا هاد العناصر. ضيفوا شويه ديال الملحه، صافي دابا البنات غادي نمرقوا بالماء. صافي دابا غادي نمرقوا بالماء ونسدو على كوكوط. صافي ونسدو على كوكوط. ودابا البنات من بعد ملي درت الحريره، ودابا غادي نقطعو هاد الرغيفات ديالنا. هاد الرغيفات البنات خاصو ما يكونش كبار وما يكونش صغار في الحجم ديالهم. غادي نديرو بهاد القياس، ضروري البنات خاصنا نعاودو ليهم. صافي البنات من بعد ملي ساليتهم، دابا غادي ندهن يديا بشويه ديال الزيت، وغادي نغطيهم بالسلوفان، وغادي نخليهم ترتاحوا تاني واحد المده ديال نصف ساعه تقريبا، تنشوفوا العجينه ديالتنا ارتاحت، وديك الساعه غادي نخدموها. صافي البنات من بعد ملي طاب دابا شفنا الحمص طاب، دابا غادي شويه ديال الدقيق وشويه ديال الطماطيشه ديال الحك، وهذا هو القوام ديال هاد الحريره. صافي دابا البنات غادي نخليوه حتى يطيب، كيجي البنات رائع. ودابا غادي نزيدو شويه ديال الشعريه. صافي البنات دابا غادي نخليو الحرير ديالنا تطيب، ودابا غادي نمشيو للرغيفه ديالتنا غادي نوجدوها، ومن بعد غادي نوجدو البطيبيطات وان شاء الله وانتم معايا. صافي البنات دابا غادي نسرح الرغيفه ديالنا بحال الشكل ديال المسمن. غادي ندهن شويه ديال الزبده، وغادي نرش عليه شويه ديال الدقيق، دقيق باش تجي لنا ديك الوراق. وغادي نطويو، غادي ندير عطيني الزبدة، وغادي نديرو دقيق، حشك ديال الليل.
نسرحها، وغادي ندير في هذيك الحشوه غادي نسرح الجوانب بحال هذا الشكل. غادي نسرح القناه والجنب الوسط ماشي بزاف، وغادي ندير في هذيك الحشوه وغادي ندير فيها الزيتونه كحله ونديرها في اللاطه. البيضه والشوجة وشويه ديال الخل، دابا غادي ندهن هاد الرغيفات وراه دابا راه شعلت الفران. دابا البنات كما قلت لكم شويه غادي نزينو بشويه ديال الجنجلان وشويه غادي نزينو بالبافو. دابا البنات غادي نكمل من بعد غادي ندخل من الفران وغادي نشارك معكم بتي بيطات كيجيو البنات ساهلين. صافي البنات غادي نحتاج غادي نشارك معكم البتي بيطات. عندي هنا واحد الزلافه ديال الفورص، واحد نص الزلافه ديال الفينو، وغادي نضيف شويه ديال واحد شويه ديال الخميره خميره ديال العجينه، وغادي نضيف شويه ديال الملحه وغادي نضيف شويه ديال السكر ديال سنيده نقطه ديال ملعقه صغيره وغادي ندير واحد زيت البلديه واحد المقدار ديال ملعقه صغيره. صافي نجمعوا الخليط بالماء دافي. صافي البنات من بعد ملي عجن دابا غادي نخليه يخمر ونتلاقاو. صافي البنات من بعد ملي خمر دابا غادي نسرحو بالمدلك
وغادي ندير فيها البيتي بيطات يكونوا مربعين. من البنات غادي ناخذ الخس اللي غادي نعمر بهم البيتي بيطات ديالنا. دابا البنات غادي ندير جوج بيضات مسلوقين محكوكين. دابا البنات غادي ندير الزيت المقطع الكحل. دابا البنات غادي ندير جوج حكاك ديال الطوم، وحده صفيتها وحده لا. وهادي راه ما صفيتهاش باش تكون ديك الزيت ديال الطوم فيها. غادي ندير جوج معالق ديال المايونيز، من بعد غادي نزيد لها واحد مايونيز ديال الساندويتش. ودابا غادي ندير واحد ساندويتش ديال مايونيز ديال الساندويتش، كميه جوج تقريبا جوج معالق. صافي غادي نحرك داك مع ناشف ديال شي بزاف. دابا غادي نزيد لي شويه ديال الكاشير. صافي تقريبا العناصر ديالي كلشي موجودين. صافي غادي نستنى البيتي بيطات ديالي يطيبو، وديك الساعة غادي نعمر هاد لي بغا يزيد ليهم شويه ديال مطيش يزيد مطيش، لي بغا يزيد شويه ديال مايس يزيد شويه ديال مايس. دابا البنات غادي نطيبو البيتي بيطات ديالنا من بعد ملي يخمرو. صافي البنات من بعد ملي طابو دابا غادي نقطعو بالمقص. فيما بغيتو الفتحة ديروها، بغيتوها هنا بغيتوها هنا بحال بحال. وانا غادي نفضل هاد الجهة. البنات غادي نعمرهم بيديا. نشوف البنات الرغيفات كيجيو هائلين. ايوا البنات هذا هو الفطور ديالنا، فطور متواضع وصيامكم مقبول ان شاء الله. وهادو الخبيزات اللي درنا كيجيو البنات هائلين ورطبين. كيجي مقرمشين. صافي عطرنا سلوس وهذا العصير ديال الفواكه. صافي البليغات والشريحة والبيض البلدي، وهذاك هو دانون اللي كندير في الدار. الا بغيتوها نبارطاجيها معكم ان شاء الله. واطيع وصيامكم مقبول. شكرا لكم كاملين سوا البنات سوا الدراري اللي كاينين في القناه ديالتي. شكرا لكم على الكومونتات اللي كتخليو ليا، شكرا لكم على اللايكات اللي كتخليو ليا. يلا ان شاء الله حتى الفيديو جديد ان شاء الله. يلا بالسلامه عليكم.